مشاهدينا متابعينا الاعزاء متواصلين واياكم ضمن تحديات هذا اليوم في هذا الصباح مع سادس ايامنا في هذا الصباح سادس ايام هذا العرس التراثي وهذا الكرنفال في هذا المهرجان الغالي مهرجان سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين أعلنت بداية وانطلاقة هذا الشوط وتحديات شوطنا الثالث عشر مع انطلاقة الحيل وتحديات الحيل في هذا المهرجان الغالي مهرجان سيدي ولي العهد نجدد بكم العهد مع تحديات الحيل المتواجدة الحاضرة القادمة من أنحاء ميادين الخليج فمرحبا بجميع الضيوف فالدار ترحب والميدان يرحب بجميع الضيوف القادمين للمشاركة في هذا المهرجان الغالي يا ولي العهد ناقف تحية واحترام يا الأمير اللي يطيب مع الناس اشتهر طول الله عمر من هو على الماجوب قام عزم لك الهجن نشكره كل الشكر شكرا 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 يا ولي العهد شكرا على هذا الدعم السخي لهذه الرياضة الرياضة العريقة رياضة لا تعيش إلا بجنون من الإثارة بجنون من المحبين من العشاق من المتابعين انطلق وإياكم لأتابع هذه الأحداث التي تدور بين أركان وأقطاب هذا الميدان ميدان الطايف عروس المصايف انطلقت الأمال الكبيرة انطلقت الطموحات العالية انطلق وإياكم مع البداية الأولى ومع الصراع لأتابع في هذه اللحظات محمد بن محسن آل زايد الهاجري يقدم لنا المملكة المملكة تتقدم بهذا الاسم الكبير بهذا الاسم الخطير بهذا الاسم العملاق معجن آل عبيد الكرام يتقدمون بهذه اللحظات ليقدمون المملكة تتقدم بهذا الشعار الممتاز الكبير بينما المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات وصلوا أبناء السلطنة تقدم هنالك وأبناء دولة الإمارات محمد بن سالم بن دربش العامري يقدم لنا الظبي الظبي تغير للبداية في هذه اللحظات تنطلق مع انطلاقة الكبار مع تحديات العمالقة بينما المركز الثالث
الحدث، أتابع هذا الوصول، أتابع هذا الشعار اللي يتواجد في هذه اللحظات. أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، يا مرحبا بهذا الاسم، يقدم لنا نرفزه في هذه اللحظات، يتقدم مع هذا الاسم ومع هذا العملاق. الله، يا هذه الأسماء، يا هذه الشعارات. بينما المركز الرابع، أتابع هذا الوصول من عبد الله في هذه اللحظات، يتقدم بشعار عبد الله، بشعار ماجد بن غازي بن السالمي. نعم، يقدم لنا بلشة في هذه اللحظات، ولكن برايا يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق هنا، يتقدم بشعاره العملاق، بشعاره المعتاد دائما وابدا، علي بن راشد بن سعيد، يبحث عن المزيد، يقدم لنا اختيار، ولكن العودة للبداية، وحيث الصراع الأول، وحيث النزاع في هذه اللحظات، يقدم لنا الظبي، تتقدم الظبي في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا الاسم العملاق المتواجد في هذه اللحظات، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، أبناء السلطنة. شقرة يا هلا ومية هلا، يا رحب ومية رحب، بشعار البطولات، بشعار الرموز، بشعار عملاق، صال وجال في ميادين الخليج، يتقدم الوهيبي. يا كم روح من كوس، من سيوف، من خناجر، ولكن أتابع في هذه اللحظات، يتقدم مع المملكة بأمال أبناء المملكة العربية السعودية، محمد بن محسن آل زايد الهاجرية، يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا الاسم الخطير وهذا الاسم المثير للغاية. بينما المركز الثالث، تابع في هذه اللحظات، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، في هذه اللحظات ينضم للثلاثية ليتقدم. وصلكم بالراية، هذا الاسم الكبير، هذا الاسم العملاق، هذا الاسم الخطير، هذا صاحب السيف في العام الماضي، يبحث عن السيف في هذا العام. إلا والله وتصدر، إلا والله وتقدم، إلا والله، على ما يبدو لي السيف للمملكة العربية السعودية والأبناء ميدان الجزيرة. الله، يا المملكة العربية السعودية، ولكن أتابع الأسماء في هذه اللحظات، يتقدم بالرشيد ليأتي بهذا الشعار الكبير، الشعار المثير الخطير، كذلك الهاجرية ينضم في هذه اللحظات، ولكن العودة للفيديو. الله، ولع الشوط من بدري، توه يا الوهيبي، أبناء السلطنة، تقدم المضيف في هذه اللحظات. الله، يا أبو محمد، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، ليقدم لنا شقرة مع الانفراد، مع السيطرة، ممثل السلطنة الدائم. هذا الشعار اعتاد دائما بالبطولات، بالإنجازات المتتالية، بالانتصارات. تقدم الوهيبي بلقة كبار، بكل خطى ثابتة نحو المجد التليد، نحو النماس الغالي في هذا المهرجان، أقل المهرجانات، وأعتاها مهرجان سيدي ولي العهد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. يا رب
رب العالمين. الله يحيل الله يحيل. ولا زالت شقره متصدره في هذه اللحظات تتقدم مع انطلاقه الكبار مع تحديات الوهبي. حمد يا حمد يا بن محمد يا بن سالم يا الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات ينطلق مع البدايه مع الصراع الاول. لا زالت الامور مع شقره. شقره يا شقره تتقدم في هذه اللحظات امال السلطنه. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المسرح الممتاز. ولكن يا الوهيبي وصل اللي وصل تقدم اللي تقدم. الله يا المملكة بالراية وصل الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير. كيلو ما فيه أيات رحمة ما فيه أيات رحمة. ولكن الوهيبي تقدم الضيف تقدم الضيف تقدم الضيف. الوهيبي يقدم لنا شكرا. محمد محمد أو حمد بن محمد بن سالم لمن السلام لمن النماس. الله 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 عصاتها راقدة عصاتها في الأبطال. ولكن برايا تقدم بالراية في هذه اللحظات. اختيار اختيار تتقدم بشعار علي بن راشد بن سحيد بن سحيد يبحث عن المزيد. ولكن شقرة شقرة يا حمد شقرة يا حمد شقرة يا حمد مع البداية مع الصراع الأول. الله يا ابو محمد يا ابو محمد تسلم يمينك تسلم يمينك من دون اوامر ولا تعليمات ولا تعليمات. انطلقت في هذه اللحظات تحية تحية لأبناء السلطنة تحية لأبناء السلطنة. وسلام يا شقرة سلام. النوماس النوماس سجلوه ودونوه مع مالك شقرة حمد بن محمد بن سالم بن سالم الوهيبي. روح بالنوماس روح بالانتصار. تهانينا والنوماس لمالك شقرة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا شقرة. بينما المركز الثاني فكان شعار علي بن راشد بن سعيد المري. تهانينا والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثلاث اسماء شعار آل عبيد. مشاهدينا متابعينا الاعزاء مشاهدينا متابعينا الاعزاء تهانينا والنماش لمالك شقرة من حلق وحيدا بنماش شوطنا الثالث عشر حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. وشقرة مشاهدينا متابعينا الاعزاء تهدي السلامة والنماش لأبناء السلطنة ليغادر هذا النماس الغالي لأبناء السلطنة. سلام ممثل السلطنة سلام. وشقرة قاطعة مسافة 7 كيلومترات بتوقيت زمني 11 دقيقة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء يتحطم التوقيت تحت أقدام شقرة محطمة التوقيت الزمنية. دائما هذا الشعار ما يعتاد على النواميس دائما محلقا بنماس هذا الشوط. سلام يا شقرة سلام. شقرة قاطعة مسافة 7 كيلومترات بتوقيت وقدره 11 دقيقة.